عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك عشان يوصل لكم كل جديد، والآن وفيكم بضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في القاهرة. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، متضمنا قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة. بالفحص وإجراء التحريات تمكنت مديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، واعترف بارتكاب الواقعة تجنبا للمخالفات المرورية، وتبين انتهاء رخصة القيادة تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها. وبهذا قد أوفيناكم بضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في القاهرة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، دعمنا برأيك، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.